طيب احنا الهدف انه ايه؟ لما هعمل داتا شو، بس حبيت اتاكد معاك مهندس سمر. كده كويس، الشاشة تمام كويس واضحة. كويس. اوكي تمام. تمام. اوكي طيب، السلام عليكم مرة تانية، ناس كلكم. معكم كوثر جدة من تونس، من بيم تونيزيا. أنا مهندسة معمارية وخريجة الجامعة الأردنية، و بشتغل في تونس من سنة 2005. وبقالي فترة فتحت مكتب، شركة تدريب وبيم implementation وبيم services في تونس، اللي هي بيم تونيزيا من سنة 2018. أولا اليوم هنتكلم عن البيم implementation بطريقة مبسطة. ليه بقول كده؟ لأنه دايما بيجيني سؤال من الشركات والناس اللي بدربهم، انه ازاي اطور نفسي في البيم، ازاي نقدر بجد نشتغل بطريقة يعني بيم implementation في الشركة بتاعتنا، ازاي ابقى بيم مانجر. في اسئلة كتير، وبصراحة هي يعني اسئلة يعني شاملة كتير. ف بلاقي احسن حاجة اني ابسط الموضوع واتكلم بطريقة عملية، ازاي بنطبق يعني المراحل الاساسية في البيم implementation. فزي ما نقول كده، على اساس اني احاول اني ابسط الموضوع وادي يعني خطوات فعلية وبطريقة عملية. فقسمت المراحل دي على 5 مراحل، اللي هي ال common data environment، ال template preparation، الموديلنج اند كنترول، كوميونيكيشن، والبروسيس اند بروسيجرز. وفي نقاط لازم اتكلم عنها قبل ما اتكلم عن ال5 مراحل دول. اولا، عشان واحد يبدا يعني يتعلم اي سوفت وير او اي طريقه، يعني اي سوفت وير تابع للبيم، لازم يطبق ده على مشروع. ليه؟ لانه احنا في ما شاء الله يعني تيتوريز كتير على الانترنت، يعني والمواضيع شاسعة جدا، ويعني واحد ما بيلحقش يعني. طب في تيوتوريز وعملنا تريننج، وبعدين بمجرد انه نبدأ نشتغل على مشروع حقيقي، هنلاقي المشاكل الحقيقية والأوبستكلز اللي هي عادة تلاقيها بتختلف من مكتب لمكتب، لانه كل واحد في عنده متطلبات مختلفة عن التاني. فما بنقدر انه يعني البايلوت بروجكت ده هيخلينا نتوجه لحل الاسئلة اللي بتخص التخصص بتاعنا. فدي اول نصيحة. طبعا لازم يكون في مشروع اللي هنبدأ نطبق عليه الشغل بتاعنا، عشان نقدر نبدأ نجاوب على الاسئلة اللي بتخص التخصص بتاعنا. طبعا البايلوت بروجكت ده لازم يكون فيه يعني على الاقل 3 تخصصات، ونبدا يعني يكون يعني سايز بتاعه متوسط، مش بالضروره كبير كتير، ولكن برضو مش صغير قوي قوي يعني، ويكون بحجم المشاريع اللي بنشتغل بيها عاده في الشركه، والاحتياجات اللي عاده دايما مطلوبه منا، عشان نقدر نبدا منه نجهز اسلوب العمل اللي هيبقى هو نفسه الاسلوب المتكرر في باقي المشاريع. الحاجة التانية اللي برضو لازم أتكلم عنها هو إنه كل مشروع فيه عدة مراحل، يعني في اللايف سايكل بتاعه. هم المراحل يعني ممكن يكونوا أكتر، حتى من 10 مراحل، بس بنصنفهم عادة ل3 مراحل، اللي هي الأساسية، واللي هي برضو كمان فيها عدة تصنيفات، اللي هي الديزاين، بعدين كونستراكشن، وبعدين الأوبريشن التشغيل. وأنا اخترت إني أتكلم على مرحلة الديزاين، عشان أختار يعني وأكون يعني specified أكتر في البرزنتيشن بتاعي، لأنه دي المرحلة الأولى اللي بنتفاعل فيها وبنشتغل بيها بالبيم. فاخترت إنه تكون مرحلة التصميم، وهي المرحلة الأولى اللي بنبدأ نعمل interaction مع كل المتداخلين الأصليين في المشروع. حاجة تانية، ايه السوفت وير اللي هنشتغل بيه؟ ده برضو يعني سؤال مهم كتير،
ليه؟ لأنه هو البيم يمكن سمعتوها قبل كده كتير، هو مش هو مش برنامج، هو أسلوب عمل. أسلوب عمل يعني إيه؟ يعني إنه إحنا في عدة برامج، بس إزاي هنشتغل بيها، وأسلوب العمل والكولابوريشن بين كل المتداخلين. فلازم نحدد السوفت وير اللي هنشتغل بيه، وفي سوفت ويرز كتير حسب يعني الفيز بتاع الشغل، لكن الكور سوفت وير بيكون السوفت وير اللي بنعمل بيه الموديل. يعني ده هو الاساس اللي هنحاول انه نلم منه كل المعلومات ونعمل انتراكشن بينه وبين السوفت وير الثانيين. فانا في البرزنتيشن دي اخترت اني اتكلم على الريفيت اوتوديسك كسوفت وير اللي هشتغل عليه، وهحاول اني اعطيكم شويه يعني تيبس اند تريكس اللي واحد يعني ممكن يستعملها عشان يكون شغله يعني سلس اكتر وفي شويه اوتوميشن. هنبدا نتكلم عن المرحله الاولى اللي هي كومن داتا انفايرمنت. الكومن داتا انفايرمنت قبل ما اتكلم عنها انا لازم اتكلم عن الايزو 19650، لانه يعني بصراحه مش معقول واحد يتكلم عن البيم من غير ما يتكلم عن الايزو. والايزو ده 19650 هو الايزو المخصص لللايف سايكل للبيلدينج انفورميشن موديلنج. والايزو ده بيركز على 6 نقاط، واذا بنشوف النقاط دي هنلاقيها انفورميشن كونتينر ايدنتيفيكيشن، كلاسيفيكيشن، سستينابيليتي، suitability sorry, revision, transition of containers, approval of workflows. هحاول اني اصنفهم تاني، هما ايه النقاط اللي بيركز عليها الايزو من ناحية في عدة نواحي، لكن النقاط اللي بيركز عليها انه ازاي نقدر نعمل classification، وازاي نقدر نلم كل حاجة بطريقة centralized يعني المركزية والتصنيف. فالكونتينر اللي هو بيلم كل الملفات وكل اي حاجه تخص المشروع وكل المعلومات والمودلز والدرونجز والدوكيمنت والداتا، هو ده اللي بنسميه الكومن داتا انفايرمنت اللي هتلم كل المعلومات اللي بتخص المشروع. ازاي بنعمل التصنيف ليها وازاي بننظمها، برضو دي طريقة مهمة، موضوع مهم قوي في الايزو، لانه بالطريقة دي احنا بنتكلم بلغة واحدة. وحتى الموضوع الريفيجنز والسوتبيليتي ده بيتكلم عن انه لما انا ادي كود لاسم الفايل يعني ايه الكود ده، هل هو موافق عليه من ناحية التصميم، من ناحية الفور دي، من ناحية الفايف دي. ففي يعني كودز في الايزو اللي بتخلينا نتكلم بنفس اللغة. طبعا السي دي اي انفايرمنت هي مش بس يعني هي ذا سنجل سورس اوف انفورميشن، بس هي هتسهل الشغل ولكل الناس. ولذلك الشغل المعلومات اللي فيها هي مش بس المودلز، هي زي ما قلنا هي النون جرافيكال داتا والجرافيكال داتا وكل الانفورميشن والدوكيومنتس اللي بنحتاجها. وبيكونوا كل المتداخلين في المشروع في عندهم يعني access للcommon data environment طبعا حسب كل واحد ايه هي المشن بتاعه. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي نبدأ هنا ندخل في الشغل الحقيقي للبيم، ازاي انه في حد بيكون مسؤول عن permissions وعن الملفات اللي داخلة واللي خارجة في الcommon data environment. طبعا في كذا نوع من الكومن داتا انفايرمنت. حبيت السؤال ده لما مره اتكلمت مع زميلي بلال الدريدي، مهندس بلال الدريدي، بوجه له شكر كتير. مش ضروري انه احنا نتكلم على كومن داتا انفايرمنت اللي هم البيد درايفز، لانه حسب الاحتياجات بتاعنا ممكن احنا في البدايه في بدايه مشروع ما بنحتاجش انه يكون في عندنا اكسس لحاجه كبيره وبتكون غاليه وسعرها كبير. ففي عده انواع، فممكن نتكلم على كومن داتا انفايرمنت زي الجوجل درايف، زي الوان درايف، زي الدروب بوكس.
دول كلهم يعني عبارة عن درايفز على الكلاود اللي ممكن نجهز الكومن داتا انفايرمنت بتاعنا فيهم. صحيح انه مش هنشتغل دايركتلي على الموديل، بس المرحلة الاولى من الكومن داتا انفايرمنت اللي هي الدوكيومنتيشن والسنترلايزد دوكيومنتيشن بتكون يعني ممكن نعملها بالطريقة دي. لا يمنع الفكرة الثانية هو انه يكون في كومن داتا انفايرمنت بلاتفورم اللي هي بتكون يعني بفلوس paid، ودي بتضيف يعني عدة options تانيين اللي برضو بيسهلوا شغل كتير. فكبداية أنا بنصح إنه أوكي قبل ما نعمل investment نقدر نبدأ نشتغل على common data environment cloud drive، وبشوية بشوية نقدر ندخل على ال options، يعني بمجرد أن يكون في عندنا system يعني well implemented نقدر ندخل على common data environment اللي هما paid، زي مثلا الاوتوديسك بيم 360 اللي بقت اسمها collaborate اوتوديسك collaborate، ودي بتدينا شوية options تانيين زي انه الموديل نفسه بيكون في عندنا access ليه وفي viewer ونقدر نشوف فيه الissues، نقدر نحط عليه comments، نقدر نعمل automation لعدة اشياء ومنها النيمينج. طيب دلوقتي هروح على مرحلة ال هنبدأ نتكلم شوية على الـ options اللي موجودين مثلا في الـ BIM 360. حاجة من الحاجات هو انه انا بمجرد اني اصب احمل الملفات على الـ platform بيطلب مني اني اعطيها الاسم حسب الـ ISO. الـ ISO عاطي طريقة لتسمية الملفات اللي لازم نحترمها. طبعا دي settings بتاعها بيتعمل جوه الـ platform حسب كل مشروع وحسب كل شركة ازاي بتشتغل، بس لا يمنع في minimum requirement اللي لازم نحترمها. فدي حاجة من الحاجات مثلا اللي بقت automated في على الكلاود وبتساعد كتير في تنظيم الشغل. فبدل ما الواحد يعمل الشغل مرة مرتين ثلاثة، يعني كل مرة نبعت الشغل وبعدين في واحد بيعيد يعمل الكلاسيفيكيشن والتسمية، ده كله بيبقى automated، يعني ما بيروحش من مرحلة لمرحلة الا اذا تعملوا validation على المرحلة دي. حاجة اللي بتركز عليها الايزو 19650 هو الورك الانفورميشن فلو في الكومن داتا انفايرمنت. فدي بتقسم مراحل الشغل، فمراحل الشغل مقسمة على اربع مراحل: ورك ان بروجريس اللي هو كل تيم بيشتغل لوحده وفي كوميونيكيشن بينهم، وبعدين مجرد انه في فاليديشن بقى بنروح نبعتها للشيرد. الشيرد دي ممكن تكون برضو على عدة مراحل، فممكن تكون المرحلة الأولى هي مثلا الأركيتكتس عملوا الديزاين بتاعهم فعايزين أبروفل يعني مبدئي من الكلاينت. فبمجرد أنه في يكون أبروفل مبدئي من الكلاينت هيبقى في شوية كوميونيكيشن مع الستركتشر تيم، فهنا هيبقى في برضو شيرد للستركتشر تيم. الستركتشر تيم هيشتغل ورك ان بروجريس بتاعه، هيبعت الاركيتكت. ففي مراحل والسب يعني كاتيجوريز وسب كاتيجوريز للفولدرز دي اللي هي ورك ان بروجريس وبعدين الشيرد. بمجرد انه خلاص وصلنا لمرحله انه كل حاجه فاليديتد عشان تروح للتندر فيز، هتروح للببلش مجرد انها خلاص بقت حاجه فاليديتد. الفاليديتد هو ببلش، دي يعني الفايلات اللي يتحاسب عليها يعني الكلاينت لما يجي يعمل كونتراكت. ودايما في الاركايف اللي هو عباره عن انه ما فيش حاجه هتضيع، كل حاجه لازم تكون موجوده وعندها تسميات واسلوب تسميه معين عشان نفهم على طول الفايل ده هو ايه بالظبط. فدايما لازم يقعد في ارشيف لكل الداتا اللي بتخص المشروع. طيب المراحل دي بقى الانفورميشن فلو لوحدها بتفرض علينا اسلوب في عمل الفولدرز ستراكشرز والايدنتيفيكيشن والكلاسيفيكيشن، يعني ازاي بننظم الفولدرز بتاعنا وازاي نسميهم. فباي ديفولت بتلاقي انه في عندنا اربع فايلات اللي بتخص مراحل الورك ان بروجريس والشيرد والببلش والاركايف، بزياده في انكمينج والريسورسز. طبعا في برضو يعني ممكن نزيد اكتر من كده بكتير يعني ملفات وفولدرز طبعا حسب كل شركه ازاي بتشوف وازاي تسميتهم. برضو دي بتكون حسب النيمينج كونفنشن اللي هيتفقوا عليه، وهيكون زي ما بنقول ده قانون التسميه اللي الناس كلها لازم تحترمه.
في حاجة برضو لازم أشير يعني إني أشير لها هنا، هو إنه في كل مرحلة في تيم، في ناس اللي عندهم أكسس ليها. يعني الورك إن بروجريس مش المفروض إنه الناس كلها تكون عندها شير ليه. يعني إحنا في مكتب الهندسة المعمارية هنشتغل، هل ضروري إنه we publish everything كل الشغل الكلاينت او للتيمز الثانيين؟ لا، لانه هتبقى فوضى، فوضى كبيره. فلازم انه احنا يكون في عندنا فاليديتد فايل فولدرز في فيز معينه، دي هي اللي هتروح للشيرد. فالورك ان بروجريس عاده بيكون بيخص المكتب نفسه، اتس انترنال. مجرد انه يطلع للشيرد ده، هو ده اللي هيكون فيه الكوردينيشن مع باقي المكاتب، وهكذا الين ما يطلع للببلش اللي هي هتكون بقى فيها ببلش للببليك وفي التندر فيز. طيب انا اتكلمت قوي على النيمينج كونفنشن. هي ايه النيمينج كونفنشن؟ النيمينج كونفنشن هو اسلوب لتسميه الملفات والفولدرز، وحس يعني اتس نوت ليميتد، بس ده زي ما بنقول قانون الشركه اللي ممكن تشارك فيه انت او الشركه كلها مع بعض تعمله، او واحد وحده يعمله، بس لازم الناس كلها تحترمه في تسميه الملفات ملفاتها يوميا. ويكون موجود في ملف يكون في اكسس للناس كلها، يعني ملف نون editable، بس بيكون اكسس فيه للناس كلها وتشيرد اند public لكل المكاتب اللي داخله في المشروع، عشان كلهم يحترموا نفس naming convention. وزي ما قلت لكم دي وكانها احنا بنتكلم بنفس اللغه. ففي زي في برجع اتكلم هنا على naming convention في الـ في الـ في الكومن داتا انفايرمنت، ازاي ممكن انه احنا نطبق النيمينج كونفنشن حسب الايزو 19650، ويكون في يعني مرونه في تسميه الملفات وتغيير اسلوب النيمينج كونفنشن. هو ايه اسلوب النيمينج كونفنشن؟ النيمينج كونفنشن للملفات بيكون في عندك باراميترز معينين لازم تسميهم، مثلا زي هنا الفوليوم والسيستم، هل انه المشروع مشروع كبير ومقسم على فوليومز او مباني. ده هو اسلوب التصنيف، بس ايه هتسميها انت ازاي هتسميها؟ وده برضو يكون من بداية المشروع، يعني من اول بداية دراسة المشروع لازم نعرف ازاي هنقسم المشروع وازاي هنسمي كل مبنى او كل جزء من المبنى، عشان يكون في توحيد لكل المسميات وتوحيد لطريقة العمل. فدي example من naming conventions، هي عبارة عن بس ملفات اكسل يعني وtables اللي احنا نقدر اللي فيها كل حاجة موجودة بالكودز بتاعها. وبتكون زي ما قلت لكم فيها يعني كل parameter هو ايه المقصود به، وبعدين كل parameter ايه المسميات اللي بتنزل تحته، وعلى اساس ده بنقدر نسمي. وده برضو naming convention زي ما قلت لكم لازم تكون حاجة accessible للناس كلها. المرحلة التانية update your template. المرحلة دي هنتكلم فيها عن حاجات العملية اللي هنعملها قبل ما نبدأ نعمل التصميم نفسه. فبالنسبة للريفت مثلا، اول حاجة هنعملها هو مش بس في الريفت، طبعا في اي مش اي برنامج، اول حاجة لازم نعملها هي التايتل بلوك. دي الفورمولي دو فيرست. ليه؟ لانه التايتل بلوك هو فيه الباراميترز اللي بتخص النيمينج كونفنشن، والنيمينج كونفنشنز عشان يبقى حاجه ملموسه اصبح عباره عن باراميترز مخصصه للاشياء اللي موجوده جوه الموديل. يعني زي ما اتكلمت قبل شويه، الفوليومز والبيلدينجز دول اجزاء من البيلدينج، فاحنا هنقسم الشغل بتاعنا جوه الموديل حسب الباراميترز دي، حسب الاسامي دي. الليفل دي حاجه برضو من الحاجات اللي لازم نقرر اساميها من البدايه، الرول والنمبر وكل التايب درونجز تايب والبروجكت نيم. دول بقى ازاي هيتحطوا في التايتل بلوك؟ هيتحطوا على اساس انهم باراميترز، وعشان يكونوا موجودين جوه التايتل بلوك وجوه البروجكت، يعني جوه الفاميلي وجوه البروجكت، لازم يكونوا شيرد باراميترز. الشيرد باراميترز
من حاجات اللي دايما هنتعامل معاها. فبشويه بشويه هيبقى في عندنا شويه باراميترز اللي دايما بنتعامل معاها، واحيانا بنزيد عليها واحيانا بنغير عليها، ممكن احيانا بنغير عليها بس مثلا البريفكس الاولين حسب المشروع او حسب الشركه. ف الاسلوب اللي اتبنت بيه الشيرد باراميترز جوه الريفت بتخليك صعب مستحيل انك تغير على الاسم على طول، الا اذا في تدخلات خارجيه ومنها داينامو او حاجات كده. ففي بلجن اللي هي بعدي روتس اللي هي اسمها بارا مانجر، بتخص الباراميترز، بتخلينا نقدر نغير ونزيد ونضيف ونبعت ونستقبل ملفات كامله من الشير باراميترز. يعني ممكن تجيب 100 باراميتر في نفس الوقت وتديها بالظبط ايه الكاتيجوري بتاعها وايه الديسيبلين بتاعها وايه التايب وكل حاجه، ونقدر نغير عليها بزياده ونقدر نغير الكاتيجوريز بتاعها. والحلو في الموضوع هو انه احنا ممكن بكل بساطه نبعتها على الاكسل ونجيبها على الاكسل. فانا هنا حوريكم اكزامبل، بدات مشروع جديد من تمبليت العاديه بتاع اوتوديسك، ورحت على اول حاجه اشوف في ايه بروجكت باراميترز، ما فيش ولا حاجه، الشيرد باراميترز برضو فاضي. هروح اعمل ايه بقى؟ نزلنا دي روتس في البارا مانجر، رحنا على البارا مانجر فتحناه، هروح اعمل امبورت لفايل اكسل جاهز اللي انا بشتغل بيه عاده، اللي فيه كل الباراميترز الاساسيه اللي بتخص الشغل، وعادة ممكن اغير عليها جوه الاكسل طبعا واجيبها هنا. وبكل بساطة خلال فيو كليكس هيكون في عندنا يعني عشرات الباراميترز اللي مخصصة لمكانها. يعني زي ما بتشوفوا هنا ممكن او بيشتغل اعملها كلها خلال ثواني. فزي ما بتشوفوا هنا هروح على البروجكت باراميترز، هم مش بس شيرد باراميترز، لا هم برضو بيروحوا على هو البروجكت باراميترز، يعني كل واحد اساين للكاتيجوري بتاعه للاليمنت بتاعه. وبعد كده في البوينت الثانيه اللي بنصح بيها هو انه لتسهيل الكوميونيكيشن انه يكون في حاجه اسمها الويلكم بيج. دي حاجة اتعاملنا بيها في مشاريعنا، وبرضو يعني بينصحوا بيها عدة يعني سبيشالست في الفيلد، اللي هي انه نعمل بيج اللي هي بتكون البيج الاولى اللي كل الناس هتشوفها. ايه فيها ايه بالظبط؟ فيها معلومات اللي بتخص المشروع، فيها معلومات اللي بتخص المتداخلين في المشروع، والاهم من كده فيها معلومات اللي بتخص ايه اخر تغيير حصل في المشروع في الفايل. يعني انا اذا كل اسبوع هنحط فايل في الكومن داتا انفايرمنت في الوركينج بروجريس او في الشيرد، التيم كله لما يفتح الفايل هيكون عارف ايه الزون اللي اتغيرت، ايه التغييرات اللي حصلت، مين اللي اشتغل عليها، واذا كان في نوتس برضو هيبعتوها لبعض للمسؤول عن الزون دي او المسؤول عن الزون دي، ايه الورنينجز اللي المفروض يحلها او المشاكل اللي المفروض يشتغل عليها. هلاقي في كوميونيكيشن سهله ومرنه وفي نفس الوقت تريسبل، واللي دي حاجه من الحاجات اللي برضو بيركز عليها الايزو قوي. الويلكم بيج دي في الريفت في يعني طريقه عشان نعمل الويلكم بيج اللي الاوبشن بتاع ستارتنج فيو. ستارتنج فيو عباره عن يعني اول ما تفتح الريفت هتحط فيها الفيو بتاعك، هتختار اي ايه هي الريفت الفيو اللي هنشتغل عليها. فانا هنا رحت عملت شيت وحطيت فيها تايتل بلوك سبيسيفيك للويلكم بيج، فيه المعلومات اللي انا عايزاها تكون موجوده، ودي المعلومات يعني بطبيعه الحال هتكون بارامتريك، ففيها يعني حاجات ممكن يعني كله يكون ارشيف حتى بعد كده في ريبورتس. طيب هنروح للنقطه اللي بعد. النقطه اللي بعد بقى انا هبدا اشتغل، انا حضرت التايتل بلوك وانا حضرت الويلكم بيج. طب هنعمل ايه قبل ما نبدا نشتغل؟ اوكي حضرنا الشيرد باراميترز كمان. انا لازم اعرف قبل ما ابدا اشتغل على مشروع انا فين هوصل، ايه هدفي اولا عشان ما نضيعش وقتنا وجهدنا في حاجات مش لازمه، وعشان ما نروحش في طريق غلط، يعني عشان نكون يعني اوبجكت اورينتد.
فأول حاجة اللي المفروض نشتغل عليها هي الـ List of Deliverables، واللي هي في عدة أنواع يعني من الملفات اللي المفروض نجهزها خلال دراسة المشروع ودراسة الفيزيبيليتي وتكلفة المشروع، وإيه الحاجات اللي إزاي هنشتغل كتيم، والتيم مانجمنت والورك مانجمنت والبروجكت مانجمنت. ففي المودل برودكشن ديليفري تيبل MPD بيها، وفي برضو في برضو ملفات تانية فيها ايدي، فيها هي عبارة عن اكسل شيت برضو اللي بيكون فيها المعلومات الخاصة بالمشروع، بس اللي بيهمني اكتر هم ايه الديليفربلز. والديليفربلز دول هنتكلم ايه، هنحط بالظبط we are going to specify هم ايه كمودلز، هم ايه كشيتس، هم ايه كفيوز، هم ايه كانفورميشنز، هم ايه كلود level of detail و level of information و level of development، مين اللي هكون مسؤول عنها، وهل في يعني parameters تانيين ال copy وال classification وال phase بتاع المشروع. وطبعا نقدر حتى انه نصنفها اكتر من كده على حسب يعني كل phase ايه ال deliverables اللي هتخرج فيه. فالطريقة دي مهمة قوي، ليه؟ لانه بتخلينا نعرف نركز على ايه، وازاي ننظم الشغل بين افراد التيم الفريق، وبحيث برضو انه نعرف هياخد منا كام وقت. ودي حاجة مهمة قوي في يعني الفيزيبيليتي بتاع المشروع، وهل انه احنا نحتاج انه نعمل outsourcing، هل احنا نحتاج انه نزيد ناس من هنا او من هنا. فبتحدد كل واحد كم هياخد وقت في الشغل وهيشتغل على ايه، وازاي هيكون الورك فلو بين التيم. ايه الحاجات اللي هنحطها في ال MPDT؟ ال list of models، ال list of model elements اللي هما الفاميليز مثلا، او ال sheets وال views اللي احنا هنحطهم، واللي هما دول حاجات انه لازم منكم يكون في ليها تجهيز من البداية، تحضير. list of models outputs، ال outputs اللي هما drawings و schedules tables، list of other documents اللي هي ممكن تكون اي حاجة تانية تابعة لل specifications، ال equipments، ال details، لل tender. وطبعا ال responsibility هي حاجة من الحاجات اللي زي ما قلت لكم مهمة قوي، عشان نقدر نضمن ان المشروع هيمشي بطريقة سلسة، يعني ما يكونش في تضارب بين المسؤوليات في المشروع. في طريقة حلوة انه احنا ناخد المعلومات دي اللي احنا جهزناها وعملنا لها دراسة من الاكسل شيت، عشان نحطها في الريفت من قبل حتى ما نبدأ نشتغل، ودي متعامل بها كتير جدا برضو، اللي هي انه احنا نحضر الماستر شيت ليست في الريفت، والماستر شيت اوف فيوز برضو، ليست اوف فيوز اند اوف شيتس. فدي احنا بنجهز من اكسل فايل اللي احنا جهزناه، نجهز الليست اوف ذا فيوز اللي هتطلع من عندنا، الشيتس اللي هتطلع، وكمان هنقدر نحط لها الباراميترز بتاعها اللي هتروح على طول في التايتل بلوك. فتخيل مقدار الشغل اللي احنا يعني اختصرناه، بانه احنا عارفين خلاص جهزنا الشيتس والباراميترز بتاعها والتايتل بلوكس، كل المعلومات فيها موجوده، وما علينا غير نبدا نرسم، يعني حتى الفيوز محطوطين جوه الشيتس. دي بقى حاجة من الحاجات اللي تحتاج برضو شوية automation. فالautomation الأولى اللي عملناها ان احنا عملنا list of sheets. الautomation تانية هنعملها ان احنا هنجيبهم من الاكسل من الاكسل فايل. فالاكسل فايل برضو مع ال دي روتس في ال sheet generator plugin، اللي هي برضو بتاع ال الشيتس من الاكسل، مع برضو اذا البارامترز اللي انت بتحددها زي الشيت نمبر مثلا، او اي حاجة تانية بتخص المعلومات اللي هتكون موجودة جوه التايتل بلوك، وتيجي على طول جاهزة عشان نحطها جوه الريفت. دي المرحلة التانية. المرحلة التالتة بقى هو ان احنا برضو نعمل اوتوميشن، لانه نحط الليست اوف فيوز اللي هتتحط جوه كل شيت، او الفيو او اكتر من فيو اللي هتحطه جوه شيتس. فدي فيها برضو عدة options انا مش هتكلم عنهم هنا، بس هعطي فكرة بس صغيرة. في ممكن تتعمل بالدينامو سكريبتس، وفي برضو بجنيريتيف ديزاين اللي بيعطيك ازاي ممكن احسن يعني عدة proposition possibilities لتنظيم الفيوز جوه الشيت.
وطبعا احنا لما يكون عندنا يعني ممكن تسألوني طب ازاي يعني هتعمل حاجة كده قبل انت حتى ما بدأت ترسم المشروع بتاعك. انا بقول لك انه احنا لو في عندنا يعني فكرة واضحة عن المشروع عن السايت هتكون موجودة يعني اوريدي جوه الليمتس الاولى بتاع المشروع، واحنا هنتكلم برضو شوية عنها. فالليمتس الاولى مع الجريدز مع الليمت بتاع السايت اوريدي احنا في عندنا فكرة واضحة عن السايز بتاع المشروع، وبالتالي عارفين السايز بتاع الشيتس والسكيلز اللي هنشتغل بيها وكم هتاخد منا يعني مكان. ففي حاجات ممكن طبعا نخليها لبعدين، بس يعني احنا بالطريقة دي بنخرج شغل على البيم مانجر والبيم كوردينيتر منذ البداية. فهنا عملت برزنتيشن على الشيت جنريتر، يعني اكزامبل ازاي انه احنا هنا ممكن نضيف شيت بالوحده بالوحده. وكان في الموضوع انه اتس gonna اساين التايتل بلوك على طول، يعني احنا عندنا تايتل بلوك معينه بنشتغل بيها، فكل الشيت دي هتشتغل بنفس التايتل بلوك وده المطلوب، ونقدر انه نختارهم كلهم ونعمل عليهم موديفيكيشنز. خلينا نشتغل بطريقه اذكى بشويه سمارت، فهروح اعمل امبورت للشيت ليست اللي احنا اوريدي جهزناها مع الام بي دي تي. انا تعبتكم معايا يمكن بالكلام الكتير. طيب وهنا بنشوف انه في عندي ليست كامله، يعني شوفوا ده كله اتعمل في لحظه يعني بدون اي مجهود. طب عملنا الليست دي كلها، هل معقول اني هقعد اشوف كده الفايلات والشيتس بالطريقه دي؟ ففي هنا هندخل على بروجكت براوزر، دي حاجه من الحاجات المهمه قوي، لانه لو بروجكت براوزر بتاعك مش منظم والاسامي بتاعه مش يعني ماشيه ان هارموني ويل ستراكتشر، ده دليل على انه الامور ضاعت يعني خرجت عن السيطره. فانا ما جبتش حاجه يعني اختراع جديد، هو حاجه موجوده جوه الريفت، هو انه احنا نعمل سورتنج وجروبنج للبروجكت براوزر. جوه البروجكت براوزر هنعمله سورتنج جروبنج، بس ازاي هنعمله سورتنج جروبنج؟ بالطريقه ده بيخلينا انه احنا نزيد باراميتر سبيسيفايد للبروجكت براوزر كلاسيفيكيشن، فممكن نضيف واحد واثنين وثلاثه، يعني في شركات بيشتغلوا باكتر من كده. ممكن نضيف باراميتر للفايلات اللي هي الفيوز والشيتس اللي هي هتروح على طول للشيرد واللي هي working progress، دي كأول مرحلة. المرحلة الثانية ممكن نضيف باراميتر لنوع الفيوز، ممكن نضيف باراميتر للفيز بتاع الشغل. فالفيوز برضو يعني ممكن يكون عندي برضو architecture views، بس في واحدة للإكزيستنج، واحدة للديمولشت، وواحدة للنيو كونستراكشن. فدي البارامترز اللي احنا ممكن نضيفها عادة، ده شغل متداول بيه يعني، واللي هتنظم البروجكت براوزر. الحاجة الحلو فيها بقى ايه؟ انا يعني من اكسبيرينس بتاعي هو انه الشيتس الفيوز اللي هي بتخص الورك ان بروجريس انا ممكن اغير فيها واحط زي ما انا عايزه، واغير على التمبليت الفيو بتاعها زي ما حسب الشغل. بس كل التغييرات اللي انا بعملها دي مش هتأثر على الفيوز التانيين اللي هم اوريدي جاهزين للشيرد، يعني بمجرد اني انا خلاص I did my modification لما افتح الشيتس اللي هم جاهزين للشيرد to be shared هلاقيهم يعني زي ما هم ما تمسوش، لانه الفيو تمبليتس بتاعهم بتضل زي ما هي، ما في حاجات ما معمول لها فلتر ما بتتشافش لانها خاصة بالwork in progress. فدي حاجة من الحاجات برضو بتسهل الشغل قوي. هنا المانجر نحط ال organizing parameter وبنحطه لإيه؟ بنحطه لكاتيجوري بتاع ال views والشيتس والسكيدجولز كمان. السكيدجولز كمان في سكيدجولز اللي بنشتغل بيها لل يعني في الورك فلو لتنظيم الشغل عشان تساعدنا الشغل، وفي سكيدجولز اللي بنعملها عشان تكون بابليشد وموجوده في الشيتس. فهنا هنعمل سورتنج وكلاسيفيكيشن حسب السورتنج باراميتر اللي اتكلمنا عنه. فمثلا في حاجة حلوة برضو مع الشيتس انه مش ضروري انه نعمل باراميتر ليها، الشيتس ممكن تستعمل الليدنج كاركتر
اول 2 او 3 كاركترز. اذا بتلاحظوا هنا اول 2 كاركترز بيخصوا المباني، الفوليوم بتاع البيلدينج اللي بنشتغل عليه. فكل شيت اوريدي اتقسموا بقى كلاسيفايد حسب ال 2 ليدنج كاركتر بتاع الشيتس. هنا هتكلم دلوقتي على ال your library, personalize your library. library برضو بتحترم ال لازم تحترم ال naming convention. وال naming convention زي ما اتكلمنا عنه قبل كده على اساس على ال project، برضو في حاجات يعني general زي ال library وزي ال materials اللي موجودة كلها لازم يكون عندها نفس التسمية، وفي عندها اسلوب تسمية معين و prefix برضو. في لتسهيل الاوبشن دي في الفاميلي ريفايزر برضو من دي روتس، وانا على فكرة اتكلمت قوي عن دي روتس بس مش دعاية يعني، بس بصراحة لانه من الحاجات اللي very simple و easy to use يعني friend user friendly وواضحة جدا وفور فري كمان. فدي من الحاجات اللي بتخليها يعني من البلاجنز اللي بصراحة يعني ناجحة جدا. فهنا مثلا لما يكون في عنا بريفكس للشركة بتاعنا مع كل اللايبراري اللي هي جوه المشروع، فأنا إذا جبت أي حاجة تانية من برة دخلت فأنا هقدر على طول أطلعها لأنه ما عندهاش البريفكس بتاعنا. دي حاجة من الحاجات. غير كده هيكونوا كلهم مرتبين مع بعض، يعني في يعني تقدر تقرأ بسهولة اسم الفاميلي وتفهمها، وهتلاقيهم كلهم منظمين بطريقة يعني لأنه في عندهم كلهم نفس البريفكس، وممكن مش بريفكس واحد ممكن أكتر زي ما بتشوفوا هنا. أي حاجة لها اسم تابعة للدور كاتيجوري هيكون في عندها بريفكس دور، وبعدي وقبليها في كمان بريفكس بتاع الكومباني. فبالطريقة دي احنا بننظم الفاميليز كلها اللي بتخص الدور بعدين. وهكذا دواليك سيمبل، وإذا كان في يعني أوبشنز تانية أكتر هنتكلم عنها. في برضو اوبشن حلوة في الفاميلي ريفايزر اللي هي find and replace. find and replace بتعمل ايه؟ يعني انا مثلا حاطة هنا ال RP as perfect للكمباني، فانا بشتغل كاوتسورسنج فالكمباني بتتغير من كمباني لكمباني، ومع ذلك انا عندي نفس الفاميلي، مش معقول يعني ان انا هقعد اغير واعمل ابلكيشن. فبكل بساطه هروح اعمل فايند اي حاجه ليها اسمها ار بي وغيرها بالبي ار بي لانه دي الشركه الثانيه اللي انا هشتغل يعني بجهز لها التمبليت والمشروع. هنا دلوقتي وصلنا للتجهيزات دي كلها البارامترز والسيتنجز. اخر حاجه هتكلم عنها في التجهيزات قبل ما ادخل جوه الموديلنج والمشروع هو ازاي بعدين هنبعت يعني احنا هنجهز اوريدي البرينتنج بارامترز والاكسبورت بارامترز عشان كل حاجه تكون جاهزه. فحاجه من الحاجات برضو الحلوه مع دي روتس اللي هي برو شيتس. برو شيتس بتعمل ايه؟ بتعمل انه احنا وي اكسبورت او وي برنت الفايلات بتاعنا الشيتس والفايلات لكذا فورمات زي ما بتشوفوا هنا بي دي اف دي دبليو جي دي جي ان دي دبليو اف اي اف سي ونفس وركس كلهم يعني نقدر نعمل لهم اكسبورت من هنا. دايما بتواجهنا انه لما نيجي نعمل اكسبورت وخاصة البي دي اف والدي دبليو جي، فانا هعمل اكسبورت لعشرين شيت مثلا ده اقل حاجة. اذا هعمل اكسبورت لعشرين شيت الطريقة اللي بيسمي بيها الشيتس يعني ما بتحترمش النيمينج كونفنشن بتاعنا. في طريقة اوتوميتد جوه الريفت مثلا، انا بتكلم دايما عن الريفت لانه لازم اخد يعني مثال معين اتكلم عنه. فالطريقة اللي بيعمل بيها اكسبورت الشيتس جوه الريفت في يعني بتودي الفايل باسم المشروع واسم الفايل واسم الشيت وخلاص. طب ما انا عندي اسم الشيت حاجه واسم الشيت حسب الليمن كونفنشن يعني تايتل بلوك حاجه تانية. فهنا بيديني الاوبشن دي انه انا لما هعمل اكسبورت للشيت هعملها اكسبورت بالبارامتر اللي انا عايزاهم يطلعوا. فحاجة دي حاجة من الحاجات اللي حلت مشاكل كتير. برضو للفيوز يعني الفيوز زي سيكشن مثلا، انا هسمي السيكشن اذا هحترم السيكشن النيمينج كونفنشن بتاع الايزو
هتلاقي اسم السكشن فيه خمسة five parts، بس مش هيدخلوا جوه السيمبل. ففي نوعين من التسميع، في التسميع اللي هي هتكون جوه الشيت في الطباعة، وفي تسميع للإكسبورت كشيت وكفيو. المرحلة الثالثة مش هتكلم قوي فيها بصراحة، الموديلينج والتشيكينج. انا مش هتكلم عن الموديلينج لانه اذا هنتكلم عن الموديلينج مش هنخلص، وطبعا في تيوتورز كتير وفي تخصصات كتير في المجال ده، بس في تجهيزات ممكن نعملها قبل ما نبدأ نعمل الموديلينج. في خطوات الاولى اللي هي لازم نحترمها الناس كلنا والتيم كله لازم يكون عارفها ومحددها قبل ما يبدأ الشغل. فاول حاجه هتكلم عنها اللي هي الريفرنس موديل. الريفرنس موديل يعني ايه؟ يعني انا التمبلت بتاعي اخدتها ودلوقتي بقت بروجكت. يعني اول مرحله احنا بنشتغل بنفتح مشروع على اساس تمبلت، وفيه الفاميليز اللي جهزناها والتايتل بلوكس والباراميترز وكل حاجه، بس دلوقتي احنا هنعمل حاجه هنحط فيها حاجات بتخص المشروع ده لوحده. فاول حاجه هنعملها هي الكوردينيتس. لازم كلنا لازم الفايل بتاعنا يكون فيه الكوردينيت جاهزه لكل للناس، لكل التيمز هياخدوا نفس الفايل يشتغلوا عليه. يعني واللي هيبداوا بيه برضو الستراكشر انجينيرنج تيم والماب تيم، فكلهم بعدين لما هيصير في سوبربوزيشن للمودلز هيحصل ايه؟ لازم يكونوا كلهم جايين فوق بعض. فاول نقطه لازم نتكلم عنها هي الكوردينيتس. الكوردينيتس اللي هي الاكس واي اند زد، النورث ساوث والايست ويست والاليفيشن والنورث وال سوري وال وال والاورينتيشن صح، جيوغرافيكال نورث سوري. فدي البوينت الاولى اللي هنحطها، لازم نتاكد انه اي لينك يدخل جوه حتى لو كان لينك خارجي وما اشتغلناش على نفس الكوردينيتس ممكن نغيرها بعدين بانه نعمل ببلش كوردينيتس. فدي المرحله الاولى. المرحله الثانيه لازم نعمل الليفلز والجريدز بتاعنا. يعني احنا كلنا هنشتغل على نفس الفايل، فمش معقول اجي انا كاركتكت اسمي الليفلز بتاعي واقسم المشروع بتاعي حسب L1 و L2 L3، وبعدين الستركتشر بيسمي لا بيضيف ليفل تاني ويسميهم بطريقه تانية، وبعدين لما هنيجي نتكلم على الشغل مش هنلاقي يعني نفسنا بنتكلم بنفس الطريقه. فهنا حضرنا الكوردينيتس والليفلز والجريدز، دول بقى موجودين في نفس الفايل اللي هم هيكونوا برضو للناس كلها. في حاجه تانية ممكن نجهزها من البدايه اللي هي الورك سيتس. في ناس كتير بيتعاملوا معاها بعده طرق مختلفه، في ناس بيتعاملوا معاها كلايرز، بس هي في الحقيقه بتسهل الشغل على اساس ان احنا نعرف احنا المنطقه اللي بنشتغل عليها ايه، ونقدر بالتالي برضو ان نعمل كنترول مين اللي يدخل في الشغل ده. وحاجه من الحاجات اللي البيم بصراحه يعني غيرتها هو انه السلوك الكوميونيكيشن اصبحت فيه يعني منتاليتي تانية، انه احنا نشتغل كلنا مع بعض وبنشتغل بطريقه تخافايا لاشين بنسميها بالفرنسي، اللي هي العمل التسلسلي. يعني مش واحد يقعد يستنى في التاني، لا، بس نحاول انه نشتغل بطريقه اجايل اللي هي لازم كلنا نشتغل في نفس الوقت عشان نقدر باسرع وقت نبدا نطلع ريزلت. يعني حتى لما يعني هنوصل للريزلت النهائيه متاخر شويه، بس هتكون اسرع بكتير لانه احنا اوريدي بدانا نشوف ريزلت وبدانا برضو ان يعني نفهم منها الفاينل ريزلت هتطلع ازاي، وبدانا نعمل فيريفيكيشن وفاليديشن من البدايه. فالورك سيتس دي ممكن تتقسم لكذا نوع. يعني فعاده بتلاقي الورك سيتس، يعني اهم الورك سيتس اللي لازم نعملها الورك سيتس لللينكس، ورك سيتس للاوتوكاد، ورك سيتس للسايت لوحده والتوبوغرافي واللاندسكيب برضو، ورك سيتس للانسايد والاوتسايد او ورك سيتس للبيلدينجز. يعني يكون في بيلدينج معين فوليومز كل واحده تكون فيها ورك سيت. في برضو مين يقسم الورك سيت دي، وبرضو واحده من الحاجات المهمه اللي هي ورك سيت بتاع الفاميليز الهيفي لايبرري، يعني زي اللاندسكيب والفرنتشر. دول من الحاجات الكبيره اللي احنا مش ضروري اننا نشغلها في يعني واحنا اوريدي عمالين بنشتغل. فبتلاقي في واحد بس هو مسؤول على اللايبرري وعلى الفرنتشر،
فلما يشتغل عليه يشتغل هو لوحده على الفولدر على اللايبرري، والتانيين اللي بيشتغلوا على المشروع مش ضروري يفتحوا الوركس دي. فبالطريقة دي بيسهلوا قوي الشغل ويقللوا على الميموري بتاع البي سي الكمبيوتر، فبرضه بيسهل الشغل بيسرع الشغل. طيب احنا اتكلمنا بقى كده على الموديلنج، اكتر من كده مش هتكلم، لانه احنا خلاص كل الناس اخدوا المودلز بتاعهم الريفرنس موديل اللي هو جاهز فيه كل البارامترز والسيتنجز والتحضيرات. دلوقتي هيبداوا يعملوا المودلز بتاعهم، ولان يعملوا برضو تشيك. التشيكين بقى احنا كلنا بنسمع على النيفس وركس، وفي برضو عدة يعني مش برامج تانية، بس النيفس وركس يعني بصراحة من يعني بيتميز بانه بيقبل الفورمات بتاع الفايلات المودلز يعني بانواعها كلها، بينما البرامج التانية لازم تبعت له اي اف سي موديل، والاي اف سي ده بقى لازمه كمان تجهيز. يعني احنا يعني لازم نكون وصلنا لمرحله معينه يعني من الماتوريتي في الورك بتاعنا والاكسبيرينس عشان نقدر نبعته نشتغل الموديل بتاعنا على اساس الاي اف سي. دي مرحله تانية اللي برضو لازم نتعلمها، لانه دي الاي اف سي هو الانترناشنال يعني فورمات، بس نافس وركس بيخلينا على الاقل نبدا نجهز نفسنا في المراحل الاولى ونشتغل ونعمل التشيكينج. التشيكن متقسم على كذا مرحله. انا مش ضروري استنى انه احنا نعمل فاليديشن للاركتكتشر موديل عشان نبدا نعمل تشيكنج مع الاستراكشر، لا، حتى الاركتكتشر لازم يعمل تشيكنج جوه، يعني انترنال تشيكنج. فكل سبيشاليتي كل ديسيبلين لازم يعمل انترنال تشيك ليه. ف النافس وركس وكل البرامج دي بتدينا يعني امكانيه ان احنا نعمل رولز للتشيكنج اللي بتخلي شغلنا احسن. مثلا ما فيش دوبليكيشن، ما فيش حاجات معموله بتمس في بعض يعني في نفس الموديل يعني في نفس التخصص، ما فيش حاجات اللي في 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 برامج اللي بتديك يعني بتحط رولز انه مثلا لازم تحترم الـ opening، يعني free space للـ opening للـ circulation. في عدة يعني examples للـ checking. فأول حاجة هنعملها قبل ما يعني لما هنيجي نبدأ نعمل الـ checking، هنجهز الـ matrix، الـ clash matrix، وعلى أساسها هنجهز الـ selection. ففي حاجة من الحاجات اللي بتسهل الشغل برضو اللي المفروض واحد يعملها، هو انه انا لما اروح على النافيس وركس هروح اجهز search settings search sets بدل ما اجهز selection sets. selection sets بتقولك انه انت عملت filtering واخترت حاجات دي معينة، اي update للمشروع مش هيدخل في synchronization، بينما السيرش سيت هتقعد دايما تدور على نفس الحاجات اللي بتخص الرول اللي احنا عملناها. فدي حاجة من الحاجات اللي نقدر نعملها معينة ونعملها امبورت في كل مشروع بعدين، بما انه بنتكلم بنفس اللغة نفس النيمينج كونفنشن نفس الباراميترز، وبالتالي اي نفس السيرش سيت ممكن نستعملها في عدة مشاريع. فتخيلوا كم وقت اللي ممكن نربحه. فهنا عملنا كلاس ديتكشن ما بين I think structure والماب، ما بين two options two specialties يعني ducts والbeams، وطلع لنا تقريبا 200 clash حسب ما أظن، وبعدين عملنا لهم grouping حسب الليفل. فدي برضو حاجات من الاوبشنز اللي موجودة جوه النافس وركس بتسهل لك عملية التنظيم. فمبدئيا يعني البيم كوردينيتر هيروح يرتب الشغل بتاعه ويقعد يشوف كلاش باي كلاش ويعمل لها اساين، او في اوتوميشن برضو يعني اوتوماتيك اساينمنت للكلاشز حسب التست اللي اتعمل. طب احنا عملنا الكلاشز بتاعنا وجهزناهم، دلوقتي ازاي هنعمل كوميونيكيشن؟ دي المرحلة انا بعتبرها من اهم المراحل في الشغل، لانها موجودة من البداية، يعني من المرحلة الاولى بتاع الكومن داتا انفايرمنت لاخر مرحلة في الشغل. ازاي بنعمل how do we communicate with each other؟ ففي عدة بلاتفورمز
انا اليوم اخترت اني اتكلم على البيم تراك، في عده بلاتفورمز تانية زي بيم كولاب برضو اللي بتعمل انتجريشن مع عدة يعني أغلبية السوفت ويرز اللي بنشتغل بيها في البيم، واللي هي برضو سوفت ويرز بتخص سواء الموديلينج أو تشيكينج أو الستركتشر أو ستيل ستركتشر ولا الاركيتكتشر ولا الماب، في عدة يعني برامج، فبيتلموا كلهم في مكان واحد اللي نقدر نعمل كوميونيكيشن. حتى لو احنا بنشتغل كل تيم بيشتغل بسوفت وير مختلف عن التاني. ف مثلا في ناس بتشتغل بالريفت، وفي ناس بتشتغل بالاركيكاد، في ناس بتشتغل بالتكلا، فكلهم ممكن يكون عندهم نفس ال سوري نفس ال السنتر بتاع الورك فلو للكوميونيكيشن. يعني ايه كوميونيكيشن؟ يعني مثلا انا في عندي سؤال على فيو معين، على ديتيل معين، انا في حاجه ما عجبتنيش ككوردينيتور، او انا الكلاينت برضو في عنده راي معين، في حاجه طالبها ليه دي ناقصه، البيم مانجر طلب حاجه. ففي ممكن عاده بتلاقي الكوردينيتور اخذ المشروع على نافيس وركس وبدا يعمل فيوز بيحط فيها كومنتس، فدي الفيوز ممكن نبعتها على البيم تراك طبعا بعد ما نجهز البلاتفورم بتاعنا كده، وبرده نقدر نصنفها حسب البرايوريتي بتاعها واسايند لمين، وكل الناس في عندهم اكسس للبلاتفورم. طب هنعمل هنا ازاي؟ برضو عندنا من النافيس وركس عملت كلاش تيست، طب انا خلاص عندي كلاشز وكده، ازاي هتكون برضو الكلاشز دي برضو لازمها كوميونيكيشن، فهروح ابعتها على البيم تراك باني اعمل issues to sorry clashes to issues. يعني في الاول انا اتكلمت على views to issues، دلوقتي هعمل clashes to issues. بكل بساطة ممكن ابعت clashes اللي بتخص تيست معين، ممكن ابعتهم واحدة واحدة او ابعتهم groups برضو عشان يكون الموضوع مترتب شوية، وبلاقيهم كلهم بعمل بس synchronize وبلاقيهم موجودين. فاذا بتلاحظوا دي الفيو هي البلاجين بتاع البيم تراك جوه النافيس وركس، انا عملت له عملت clashes to issues ولقيتهم موجودين. اذا بروح دلوقتي على البلاتفورم بلاقيهم هناك برضو موجودين. طبعا انا ما حبيتش اني اطول عليكم قوي، لان عارفه انه المعلومات ممكن تكون كتيره، ف عشان بحاول اني ما ادخلش في التفاصيل قوي قوي، بس احاول اني اعطي الفكره من الامكانيات اللي موجوده قدامنا. السؤال الثاني، الموضوع الثاني اللي هتكلم عنه برضو في الكوميونيكيشن، هو الانتر اوبيرابيلتي بين 2D و3D. دي حاجه من الحاجات الحلوه خالص بصراحه، لانه احنا لسه في عندنا ناس اغلبيه المكاتب بصراحه لسه بتشتغل بال2D، فلما بنلاقي نفسنا بنشتغل كلنا على مشروع واحد وبتلاقي في ناس بيشتغلوا 2D وناس بيشتغلوا 3D، فدي كانت من الاشكاليات الكبيره، ازاي هنبعت لبعض الايشوز. ففي كنا بنشتغل على مشروع كده، الاركيتكتور هم اللي ما عندهمش ما بيشتغلوش بالريفت، بينما التانيين كلهم بيشتغلوا بالريفت، فاضطرينا انه احنا نعمل يعني موديلنج للاركيتكتشر ونعمل كوردينيشن مع التيمز التانيين. طب هنعمل ايه؟ ازاي هنبعت الايشوز والكويشنز واي حاجه بتخص المشروع، ازاي هنتعامل مع التو دي؟ فالحلو في البيم تراك انك تقدر تنزله برضو على الاوتوكاد، وتقدر انك تنزل الشيتس بتاع الريفت على ك2D جوه البلاتفورم، وتقدر انك تنزل الاوتوكاد 2D بتنزله سوري كPDF جوه البلاتفورم. فممكن بكل بساطه انه يعمل سوبربوزيشن، اظن انه هنا عندنا ازاي هنعملها، نعمل نفتح مشروع، خليني اقول هنعمل سوبر بوزيشن لل، لا اله الا الله محمد رسول الله، هنعمل سوبر بوزيشن للبي دي اف ال2D والشيت على اوتوماتيكلي، هي بتعمل سوبر بوزيشن على 3D، فلما يكون في عندي ايشو على طول هتبان ليا في الموديل بتاعي في مكانها، وهتبان للاوتوكاد تيم في مكانها في ال2D. فدي حاجة من الحاجات يعني بصراحة اللي سهلت علينا قوي الشغل، يعني دي حاجة عملية جدا. فهنا الاكزامبل ده ايه اللي عملناه، الايشوز اللي جاتنا من النافيس وركس فتحناها
ولقيناه بروح على طول في الموديل، بروح يفتح لي الشيت في مكانها ويعمل لي كات في السكشن ده بالظبط فين، واشوف مكان الشيت واذا في انوتيشن، مكان الايشو سامحني واذا فيها انوتيشن. برضو سوري اوكي. فدي يعني كانت حاجة من الحاجات اللي يعني ساعدتنا قوي قوي في الشغل. برضو بقول انه مش بس البيم تراك بيعمل ده، بس انا دي يعني اختياراتي الشخصية، وده ده يمكن اسلوب عملي انا، بس احنا دايما بنجرب ودايما يعني بنشوف في ايه حاجات موجودة. دايما لازم البيم كوردينيتر او مانجر يكون في عنده حب اطلاع عشان يعرف كل سوفت وير جديد ولا كل بلاتفورم فيها ايه اوبشن زيادة، في كل واحدة فيها بتتميز عن حاجة تانية، فلازم اختار حاجة عشان اتكلم عنها، وكل حاجة عندها مميزاتها بصراحة. هنا في حاجة تانية حلوة في البيم تراك برضو وما لقيتهاش في حاجة تانية، مش عارفة اذا في، يا ريت تعلموني، انه احنا نقدر ندي attributes للبروجكت بتاعنا. يعني ايه اتريبيوتس؟ هو نفسه المسمى بتاع الباراميترز جوه الريفت، يعني الباراميترز اللي احنا بنتعامل معاها جوه الموديل نقدر نجيبها هنا ونحطها في الاتريبيوتس جوه البيم تراك. طب ايه فايدتها؟ فايدتها اني انا لما اعمل ايشو وابعته يعني لحد عشان يشوفه هو تبع اي زون اي فيز اي تايب ديسيبلين برايورتي ايه، ودي دي طبعا حاجات يعني في حاجات بتخص الايشو نفسها، في حاجات بتخص المشروع. لما انا اقول له دي 2D مش 3D، هو اوريدي على طول هيروح يفتحها، يعني هو عارف هي تبع لايه بالظبط، يعني بيروح يفتحها في ال2D. لما انا اقول له دي تبع للزون ده وللبيلدينج ده، هو هتروح على طول للاساين للبيلدينج ده. ففي فلترنج معين، في مثلا حاجة من الحاجات البسيطة اللي ممكن نعملها هو انه احنا هعمل فلتر للايشوز اللي بتخص الاركيتكتشر او الايشوز اللي بتخصني انا الاكونت بتاعي. فليه اشوف ال200 ايشو التانيين؟ انا بس عايزة اشوف الايشوز اللي بتخص الفيلد بتاعي. والايشوز والاتريبيوتس دي برضو ممكن تكون كاستم فاليو او بريديفايند، ويستحسن انها تكون بريديفايند. يعني ايه كاستم فاليو؟ يعني انه كل حد ممكن يحط الكومنت اللي عايزها، بس في اسلوب عمل زي اسلوب البيم لازم كل حاجه تكون من اول جاهزه ومتفقين عليها. فبيكون الكوردينيتور والمانجر اتفقوا على تسميات اللي هي عاده موجوده جوه النيمينج كونفنشن. يعني انا لما اقول في عندي الليفلز بتاعي مسميين L1 L2 L3 هيكونوا كده، مفيش حاجة حد تاني هيجي يسميه second floor و third floor. فأنا لما أعمله predefined attributes هيجي يختار من الليستة اللي موجودة عنده، ما يقدرش يزيد، فبيكون محدد بالليستة دي وما يخرجش. هنا يعني اتكلمت برضو على ال import الفايلات ازاي، يعني we can import PDF files جوه ال BIM track. والحلو في الموضوع ان البي دي اف فايلز هي عاده يعني مش بالضروره بتيجي بسكيل صح، لانها هي برينتد فايلز برينتد شيتس. فعندنا الاوبشنز جوه البيم تراك ان احنا نعمل لها موديفيكيشن ديسبيسمنت روتيت والى سكيل، وتكون عشان تكون في مكانها الصح. وبالتالي لما نتكلم لما ال2 دي تيم يحط ايشو على بوينت معينه، هي اوريدي سوبربوزد على الموديل في مكانها الصح، فانا على طول هفتحها في الموديل، مش هفتحها في ال2 دي، لا انا هفتحها في الموديل بتاعي. فدي حاجه من الحاجات اللي بتسهل الشغل. في الاخر لازم يكون في عندنا، خرجنا من كل الشغل ده واسلوب العمل بطرق يعني بورك فلو ريبيتيتيف، في حاجات لازم نعملها من البدايه قبل ما نروح للمرحله اللي بعد. دي حاجه بنتعلمها مع الاكسبيرينس، يعني حتى في الحاجات اليوميه العاديه مش بس في البيم، يعني انه قبل ما تعمل ده لازم تتاكد من ده، لازم تاخد فاليديشن على دي قبل ما تروح للمرحله اللي بعدها. يعني فبتلاقي انه في ورك فلوز وورك فلوز مختلفين طبعا حسب البروجكت وحسب المرحله وحسب ايه المطلوب، وفي ناس متداخلين مختلفين في الورك فلو. فلما نجهز الاكزامبلز دي بتاع الورك فلو مع الخبره ومع الوقت،
وتبقى دي حاجة centralized، يعني كل الناس بيشوفوها حتى يعرفوا ايه المرحلة التانية اللي قدامهم، ايه المرحلة اللي لازم يعملوها قبل ما يروحوا للمرحلة اللي بعد. اذا كان في new recruitment، ناس جديد دخلوا للشركة، برضو يكون في عندهم access للورك فلو ده، فبيكونوش ضايعين بيسألوا على طول، لا بيكون في عارفين ازاي هيشتغلوا. فدي برضو من الحاجات الكويسة. في مع في الـ في الورك فلو ابروفل، في حاجات برضو بتخليه شوية اوتوميتد. زي ايه؟ زي اللي هي بيم 360 قديما والبيم كولابوريت حاليا، اللي هي بتقدر تحدد انت مين الناس اللي هيعملوا فاليديشن للورك ابروفل. فممكن تكون 2 يعني 2 ستيبس، ممكن 3 4 5 7 زي ما انت عايز، وبتحدد كل مرحله مين اللي هيعمل ابروفل بتاعها. يعني الاوتوميشن بقت حاجه موجوده يعني في حياتنا اليوميه في البيم. اخر حاجه هتكلم عنها ومش هطول فيها، اللي هي البروسيس والبروسيجرز. احنا اوريدي طلعنا بالورك فلو approval اللي هو طريقة عمل معينة كلنا بنشتغل عليها، ولازم يكون في تسلسل في ال approval وال validation. فدي ال workflows هتبقى زي ما بنقول ال documents، reference documents للناس كلها في الشغل، واللي هنبني عليها. وكل مرحلة كل مرة هيكون المشروع الجديد هيتعمل بطريقة أحسن وأسهل، لأنه احنا قرينا يعني already بنبني ونحسن ونعمل، يعني بنشوف ايه المشاكل عشان ما نعدهاش ونلاقي ايه الحلول الأحسن في المرحلة دي. دول examples على workflows و procedures اللي بتتعمل حسب المرحلة، دول حسب ال work in progress وال shared وال published، ازاي ايه التحضيرات وايه ومين المسؤول عن كل مرحلة. واخر حاجة اللي هي في عندنا dashboard والمتريكس، اللي هي موجودة مع مثلا في البيم تراك، اللي هي بتحسب برضو في انتجريشن بين البيم تراك والباور بي اي، اللي بتخلينا نشوف ان statistics لل مشاكل، مين اللي عندهم اكتر مشاكل، ايه المراحل اللي خلقت لنا مشاكل، فين كان في ربح اكتر وفين كان في بطء اكتر. دي حاجات اللي على اساسها نقدر نعمل اناليسز لاسلوب العمل، وهل العمل ده طلعنا منه يعني ازاي ممكن نعمله احسن المرة الجاية. في النهاية دي اخر البرزنتيشن المحاضرة، ارجو اني ما كنش طولت عليكم كتير وتعبتكم بالكلام. دي برضو برجع اقول البلاجينز والسوفتويرز اللي اتكلمت عنهم ده مش في نطاق بابلستي، بس دي الورك فلو والبرسونال تشويس بتاعي. ده السمري، وبخص بالشكر بصراحة ناس كتير يساعدوني في يعني خلال عملي وخلال التريننج بتاعي وخلال دايما في ريسيرش. في ناس كتير ساعدوني، منهم مهندس عمر سليم، بلال الدريدي، مونيا حبيبي من تونس، ماي تيم في تونس بيمن تاتش، سليم بدوي من كيان ترين، واحمد القصي اللي بصراحه يعني دايما بيبهرني بكرمه باخلاقه بالبروفيشنسي بتاعه. يعني بصراحه كلكم يعني كل الناس اللي اتعاملت معاهم حلوين قوي. اسلام خليل صديقي من اوتوديسك، يعني واللي دايما دايما موجود وفيري ديديكيت للشغل بتاعه. انا لازم اشكر قوي 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 البيم تراك تيم احمد الكتاني واسيا اليفا، لانهم بصراحه كانوا كتير متعاونين ودوني يعني اكسس للفول اوبشنز للبيم تراك. وانا جهزت برضو برزنتيشن للبيم تراك اللي هنتكلم عنها برضو اي ثينك ان 2 ويكس. في ناس اللي لازم اشكرهم زي اجنسي من بيم كورنر، وكيفن كرامب من بيم جورو، وريفيت بيور، لانهم دول الثلاثه بيدوا يعني ريسورسز حلوه قوي، وانا بنصح بصراحه اي حد انه يتابعهم ويتابع البوست بتاعهم. ارجو اني ما اكونش طولت عليكم، ارجو اني اكون افدتكم، لاني ما جبتش حاجه يعني عجب، انا بس يعني حاولت اني افيد بالشويه العلم اللي انا اتعلمته مع الوقت، واختصر على ناس الوقت اللي واحد بيعديه عشان يتعلم الحاجات دي. انا متأكدة انه في ناس كتير اكسبرت اكتر مني بكتير يعني في الموضوع ده. واتمنى اني اكون فدتكم، وشكرا قوي وشكرا على وقتكم. شكرا مهندس عمر. الو الو الو، سمعني؟
ايوه اللي هو ايوه دلوقتي سبعك. ايوه جزاكم الله خير على المحاضرة الرائعة الله يكرمك. ولو في الله حد عنده أي يخليك. سؤال اذا في اي حد عايز يسأل سؤال اهلا وسهلا. ما اظنش في اسئلة. تمام خلاص ماشي جزاكم الله خير، كل حاجة واضحة إن شاء الله. محاضرة جميلة زي المحاضرة دي مع المتخصص إن شاء الله قريبا خلال أسبوعين على المتخصص. إن شاء الله. شكرا قوي، شكرا، ماشي الله يخليك. أوكي، مع السلامة.